تأويل فاسم كناس السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة مولاي إسماعيل من كناس السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة سيس فاس كلية الآداب سيس فاس جامعة سيد محمد عبد الله السيدات والسادة الأساتذة والباحثين الأجلاء السيدات والسادة ممثلو الهيئات الوطنية والحقوقية السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام السيدات والسادة المنتمون لأسرة المقاومة وجيش التحرير الوازنة والمتميزة التي تلتئم برحاب هذا الفضاء الجميل فضاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبهذه الربوع المجاهدة لحاضرة مكناس لتناول وتدارس موضوع وملف من أهم وأدق المواضيع بتعاون وشراكة مع عمالة مكناس ومع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس موضوع الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة في الكتابات التاريخية المغربية في مذكرات زعماء وقادة جيش التحرير الحصيلة والآفاق البحثية والتربوية إنه لقاء علمي من المفكرين الأكاديميين والباحثين والدارسين لتقييم التراكم الكمي والنوعي الذي تحقق في مجال التوثيق والتدوين للذاكرة التاريخية الوطنية ويندرج هذا الموضوع كما تدركون جميعا في سياق الحفاظ على الموروث التاريخي وعلى التراث ورأس مال لا مادي لأمجاد وروائع الكفاح الوطني والتحريري بل وأيضا لمساءلته انطلاقا من مرجعيات ومقاربات متنوعة من أجل صبر أغوار ومجاهيل دروب وأرصدة هذا التاريخ وهذا التراث التاريخي الطافح بالأمجاد والزاخر بالأحداث والوقائع والملاحم والبطولات يدعو على الأقل إلى ثلاثة دواعي إن الكتابة التاريخية حول الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وما تطرحه من قضايا معرفية ومنهجية حققت هذه الكتابة التاريخية كما سبقت الإشارة إلى ذلك حققت تراكما مهما ساهمت فيه كثير من الفعاليات وسيره الذاتيه فكان لزاما علينا ان نوفر الفرصه نطرح فيه الافكار والاراء لتقييم الحصيله